المؤسسة الاستشفائية الإخوة شنفة بالمشرية ولاية النعامة تقدم خدمات صحية متنوعة ومتميزة، وتتوفر على 17 جراح في مختلف التخصصات وطبيبين مختصين في التخدير، حيث قام هذا الفريق منذ بداية السنة الجارية بأكثر من 900 عملية جراحية مجانية للمرضى بما فيهم مرضى السرطان بالمنطقة. في المؤسسة الاستشفائية قمنا بعدة عملية جراحية فيما يتعلق بجراحة السرطان، وذلك بعد التشخيص الدقيق لعدة حالات من بينها سرطان الثدي، سرطان الغدة الدرقية، سرطان الجهاز الهضمي، وتتم هذه العمليات بعد دراسة الملفات دراسة دقيقة. نالت الخدمات الصحية بالمستشفى استحسان هؤلاء المرضى. أنايا مواطنة من المشرية، أصبت بهذا المرض السرطان، وراني الحمد لله على ما فات عليا وعلى ما راني نشوف الحمد لله. جيت كاع ما نتمشاش ما نوقفش، واليوم راني نتمشى وحدي وناكل، ما كنتش ناكل راني ناكل. يتم التكفل بجميع مواطني الولاية زيادة على الولايات المجاورة منها البيض، بشار وحتى ولاية الأغواط، كما أنوه بالجهود المبذولة في هذا الإطار وعلى رأسهم الطاقم الجراحي وعلى رأسه الدكتور زاش الذي خصص برنامجا خاصا في كل نهاية أسبوع للتكفل بمرضى السرطان، وهذا في إطار تطبيق سياسة مكافحة السرطان كما تقضي الوصاية. حيث يعتبر هذا المستشفى نموذجا يحتذى به، جنب المرضى بولاية النعامة والولاية المجاورة لها التنقل للعاصمة والولايات الكبرى من أجل العلاج.